النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقول ابن آدم مالي مالي وليس لك من مالك إلا فما أكلت فأثنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس. أنت تعمل وقد تترك بعض الصالحات من أجل المال وتقول مالي مالي، ما حقيقة المال؟ انظر إلى المال، ليس لك من مالك إلا ما لبست فأبليت، يبلى، أو أكلت فأثنيت، ذهب، أو تصدقت فأبقيت، هذا الخير الذي ينفع، وما سوى ذلك فذاهب إلى قبرك وتاركه للناس.